شيخنا، هناك سؤال لك أنت موجه، إنه ما هي آخر إصدارات الشيخ من الكتب أو المرئيات والصوتيات؟ آخر إصدارات الشيخ. ثم يا شيخ، أحد الأخوة يسأل يقول كيف يربط الشيخ في موضوع العقلية الفارسية وما والنفسية الفارسية وما يحصل الآن في نظام الملاذي في داخل إيران من تآكل؟ هل هذا ما يحصل هو نفس ما يحصل في طبيعة البشر دائما في كل الشعوب، أم أن الحالة الفارسية حالة خاصة؟ يعني هل الشعب الإيراني متقبل للإسلام أو هو متقبل للتشيع، أم هو يرفض كلاهما، أم هو يريد شيء معين؟ يعني ما الفرق ما بين التشيع الذي يريده دهاقنة الدولة من نظام الملالي، دهاقنة الديانة الصفوية، وما يريده الشعب؟ يعني كونك أنت شخص يعني مطلع على النفسية الفارسية، تفضل. الرحمن الرحيم. الشيخ يعدكم إن شاء الله أنه في الليلة القادمة، يعني بكرة أو بعد بكرة، يخصص لكم بإذن الله ساعة معينة، يكون معاكم بإذن الله ساعة أو ساعة ونصف، حتى يعني يلقي كلمة وتسألون الأسئلة اللي مفيدة في هذا الشأن، في قضية الدفاع عن السنة والرد على الشبهات وما شابه ذلك. أما بالنسبة لأحد الأخوة يسأل سؤال يلح في السؤال، وهو قضية القناة باللغة الفارسية. في جدول الأعمال أنه نؤسس القناة باللغة الفارسية وقريبا إن شاء الله، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا أن يعني يؤيدنا ويبارك لنا في قناة صفا العربية حتى تأتي تباعا أختها الفارسية قريبا إن شاء الله. والمايك لفضيلة الشيخ. أخي الفاضل، أنا أتشرف بالكلام معكم وأتمنى لو كنت بينكم، وأشكر هذه المشاعر الطيبة. الحقيقة الوقت يعني تأخر وعندنا بعض المهام، فأجيبك باختصار على سؤاليك. آخر ما كتبت هو دراسة معمقة وموسعة مدعمة بالوثائق الرسمية عن نسبة السنة والشيعة في العراق، سميته أو أسميته هذه هي الحقيقة. الحقيقة قبل يومين نشرناه على موقعنا القادسية، الكتاب من القطع الكبير، طبعناه أيضا بحوالي 200 صفحة، أثبتت بي بحمد الله أن الشيعة هي أقلية في العراق، وأنه لا دليل لما يدعون غير الدعاية الإعلامية، لا أكثر، لا ليس لهم المستند إلا إحصاء الإنجليز سنة 19، والذي هو ليس بإحصاء إنما تقدير قناصل، وكان الإنجليز منحازين ولم يقدموا أي دليل، وحنا بطاطو يعني هذا الشخص اسمه حنا بطاطو، كتب كتاب 78 ونشر يعني ب 78 طبعته الإنجليزية، وكتب كتاب عفوا ونشره يعني سنة 90 بطبعة العربية، فادعى هذه الدعاوي، وهو متهم باليهودية من فلسطين، ودرس في الجامعة الأمريكية ببيروت، وعاش آخر حياته في أمريكا، وهناك شبهات كثيرة تحوم حوله بتعاون بينه وبين إيران. ردد هذه المقولة وحاول أن يأتي يعني يكذب ويزور بالأدلة، والحمد لله أنا عقدت فصل مطول عن هذا الموضوع، وأثبتت بي أنه هو لم يفعل غير أنه ردد كلام الإنجليز سنة 19، كل شيء ما عنده أي دليل. وبعد ذلك بدأت بالإتيان بالأدلة عن طريق الوثائق، وأن أهل السنة لا تقل نسبتهم عن 56%، 42% هم السنة العرب والشيعة، عفوا، والسنة الأكراد والتركمان 14%، والشيعة يا دوب يوصلون 40 أو 39، 35 هم الشيعة العرب، وأربعة أو خمسة هم الفرس والتركمان. هذه هي الحقيقة اللي يعني توصلت إليها بعد البحث، والكتاب هو يعبر عن نفسي، ولربما الأيام القادمة سنعرضه عن طريق قناة صفا. هذا السؤال الأول، والسؤال الثاني إيش كان؟ يعني عذرا، الشخصية الفارسية إخواني، أنا يعني درستها عميقا ومن خلال المعاناة، يعني
من سنين، يعني من حوالي 15 عاما، أنا أفكر في موضوع الفرس وهذا الدين الذي اخترعوه، الخرافة التي عندهم، يعني لماذا يعني هذه الخرافية، هذه المبالغات، هذه الأكاذيب، هذه الدعاوى الباطلة، هذه النرجسية، هذه الصفاقة، يعني العقلية الإزاحية، العقيدة السرطانية، يعني هم يتباكون على الحق والعدل، المضيع في العراق وظلم الشيعة في العراق، ولكن انظروا إلى شيعة الأحواز، يعني الأحواز 8 ملايين أغلبهم أغلبية شيعة. طيب أنتم تتباكون على الشيعة، هذا الشيعة عندكم موجودين في الأحواز، أنصفوهم أنصفوهم، لماذا تمنعونهم من التدريس باللغة العربية؟ لماذا تمنعون مساجد أهل السنة؟ لماذا الشيعة محرومون من حقوقهم؟ يعني أين تمثيلهم في البرلمان؟ أين تمثيلهم في الوزارات، في الحكومة؟ وين صوتهم؟ يعني ناس مغيبون، أراضيهم تصادر، النفط الإيراني اللي يعني أكثر من 90% هو نفط أحوازي وغاز أحوازي، الأنابيب تجري من تحت الأحوازين وهم ميتين جوع ومشردون في الأرض. يعني ليش أرد، يعني فعلا أنتم يعني تعنون ما تقولون أم أنها دعاية؟ يعني ما جاي أفهم ليش الشيعي تتباكون عليه في العراق وتظلمونه في الأحواز، والظلم أيضا في العراق الآن حاصل. الآن الشيعة في العراق بعد ما طبلوا وزمروا لإيران وفرحوا بها، الآن الشيعة كلهم إلا من غضب الله عليه يلعن إيران الآن في العراق، على طريقة قوله تعالى: أن أعطوا منها رضوا وأن لم يعطوا منها هذا هم يسخطون. وما يكرهون إيران لشيء، يكرهوا إيران لأن إيران شافوها كذابة زاعمهم في معيشتهم وفي رئاستهم، مو لشيء، مو لم يكرهوها للدين، كرهوها للدنيا، كرهوها للدنيا. فإيران والبعض يريد إقليم الجنوب، يعني والله لو حصل إقليم الجنوب لرأيتم الشيعة كيف يستغيثون من إيران، لا يكونن يعني، ويحصل لهم في الجنوب ما حصل لإخواننا الأحوازيين في الأحواز. فال يعني النفسي هذا، يعني خذ يعني أمثلة أخرى، يعني شوف الصفاقة الفارسية، يعني حينما فلسطينيين مثلا يتباكون على الفلسطينيين في غزة ويذبحون الفلسطينيين في البلديات، طبعا البلديات البعض جزء ما يدري بها، البلديات أشهر مكان في بغداد كان إخواننا الفلسطينيون يسكنون، يعني يتباكون على الفلسطينيين في فلسطين ويذبحون الفلسطينيين في العراق. من هجر الفلسطينيين الآن؟ هؤلاء اللي تتقطع يعني الأكباد والقلوب من نشوفهم والله على الحدود، يعني الآن موجودين كثير منهم، تشرد الآن تشرد آخر في أوروبا وكندا وأمريكا، يعني في مناف الأرض مرة أخرى بعد ما كانوا آمنين مسالمين في بيوتهم ويعيشون مع العراقيين عيشة طيبة وعيشة أخوية، ما إن يعني احتل العراق حتى بدأ الذبح بهم والتهجير. وهناك مواقع تتكلم عن هذا الموضوع، يعني يبكون على الفلسطينيين في فلسطين ويذبحون هذا فيلق القدس. أريد بس أفتهم، والله فيلق القدس هو قتل يهوديا واحدا بس ردفتين، لو ذبح العراقيين فيلق القدس. هذه الأكاذيب، هذه الأباطيل، هذه الصفاقة، يعني هذه القضية حقيقة من حوالي 15 سنة دفعتني إلى أن شيئا فشيئا أدرس النفسية الفارسية، توصلت إلى أنه الشخصية الفارسية هي تتميز بصفات معينة علينا أن يعني ندركها حتى نستطيع التعامل. وألفت كتاب أسميته التشيع عقيدة دينية مع عقدة نفسية. يعني هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه العجالة، وأسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم، وأستودعكم الله وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، كان ودنا والله نسهر معاكم الليل كله، لكن فضيلة الشيخ وصل امبارح الساعة 5 المساء وسهر مسكين إلى الساعة 3 الفجر، ويعني نومه كان قليل، وبعدين ظل يجهز المادة تبع الحلقة اليوم، فاعذرونا على التقصير، لكن نعدكم إن شاء الله ستكون بيناتنا جلسات أكثر فأكثر طيلة الفترة اللي يقضيها الشيخ هنا في القاهرة،
وهذا وعد ووعد الحردين كما يقول فضيلة الشيخ طه الدين حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الشيخ دكتور طه الدليمي، وأحسن الله إليك، ما قصرت، وبارك الله في الشيخ أبو سليمان مدير قناة صفا. جزاك الله خير يا أبو سليمان، الله يحفظك ويرعاك، ونسأل الله تعالى أن يعطي الشيخ الصحة والعافية، وأنه مبين شيخ يعني ما شاء الله مجهود كبير، وصوتك أنت يا أبو سليمان باين عليك مرهق إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.